الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. عند بيت من الأبيات، نعم، الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه ودي الحق محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد فالعلم بأصل الدين، هون وصلنا، وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. العلم بأصل الدين أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، ما في شيء بيشبه الله سبحانه وتعالى، لا يشبه شيء ولا يشبه شيء، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لا يمكن أن تحصر الفكرة برب العالمين سبحانه وتعالى، الله يرضى عليك. هلا ممكن اذا بقول لك مثلا تخيل لي كرسي، تتخيل مئات الكراسي، تخيل لي طاوله، تخيل انهار، تتخيل شيء عريض وشيء ضيق وشيء، نعم، كل شيء بسالك عنه في عندك ارشيف بالذاكره، بقول لك الله، تروح وترجع ما في، ما زبط، ما في شيء، لا تحيط به الفكره. اي نعم، فالإنسان مهما بلغ من الذكاء ما بإمكانه، لكن إن شاء الله بنشوف رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيكرمنا ونكون من الناجين، من اللي بينفذوا، وبيكشف الحجاب رب العالمين سبحانه وتعالى عنا، نحن المحجوبين، مو الله سبحانه وتعالى عليه الحجاب، الحجاب علينا نحن، بيكشف عنا الحجاب، فمننظر لرب العالمين سبحانه وتعالى منشوفه. شافه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، النقاش في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سألوا هل رأى محمد ربه، فقال نعم رآه 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 حتى انقطع نفسه، هو تم عمله رآه رآه. نعم، فقال العلماء أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم الخليل عليه السلام والكلام لموسى والرؤية لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ فالله سبحانه وتعالى بده يتم ايش في بالك. سهل بن عبد الله التستري كان ورده اخذ ورد عن خاله، دائما يفكر بكلمه الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي. فلما بيقع في قلبك انه الله سبحانه وتعالى شايفك، بيسمع كلامك، مطلع عليك، حتى بيشوف قلبك، شوفي بقلبك، لانه احيانا هذا اللسان بيحكي غير اللي هون. فأحيانا كثيرة بتلاقي الإنسان يعطيك من طرف اللسان حلاوة، بتلاقي كلامه حلو كذا، بس اللي من جوا مرار كلياته. الله سبحانه وتعالى مطلع على اللسان وعلى القلب. في فتح مكة لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل بالكتيبة الخضراء على مكة المكرمة معه 10,000 مقاتل، ومعظمهم كانوا بالدروع والحديد، كانوا حوالي النبي عليه الصلاة والسلام. فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أبو سفيان وقفوا يا على جبل، باتجاه مدخل مكة المكرمة. فقال أبو سفيان يا عباس إن ملك ابن أخيك عظيمة. شو الملك ها؟ قال بل هي النبوة. فبعد منها شم أبو سفيان ريحة خبز المقاتلين قاعدين عم يساووا خبز وكذا، فقال له أدخلني على ابن أخيك. فركبوا وراه على بغله وأسرع فيه مشان ما الصحابة يكمشوا لأبو سفيان، لأنه الحروب كلها كانت بزعامة أبو سفيان، فمشان ما يدخل ياخذ الأمان. فأسرع فيه، شافوا سيدنا عمر الله يرضى عنه، فأخذ سيدنا عمر سيفه وأسرع وراء أبو سفيان بده يلحقه. هو العباس أسرع بالبغلة تبعه، وسيدنا عمر راقد وراء بده يلحقه، هو وياه فاتوا على الخيمة سوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا رسول الله هذا أبو سفيان، خلص ما عاد يحسن سيدنا عمر يقتله. فقال اعرضه علي غدا النبي عليه الصلاة والسلام، قال له بكرة جيبه له. فدخل ثاني يوم فقال يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. جيد. وأني رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء. الله صعب، يعني الله سبحانه وتعالى ما لا غيرك يبعث لنا اياه. طيب انا شبني من شو بشكي؟ رجل من القريتين عظيم، في اعظم مني بقريش، ليش يبعثك انت ما يبعثني انا؟ سكت.
قال إنها إن لها في النفس شيء ما أرضيه له. فقال العباس قلها يا أبا سفيان وإلا قطع الذي فيه عيناك. عمر بالباب سيف بإيده بس تقول ما بشهد طار رأسه. قال وأشهد أنك رسول الله بس تنفي قلبه شيء. فيوم كانوا عم يطوفوا حول الكعبة المسلمين وأبو سفيان رضي الله تعالى عنه لأنه دخل في الإسلام وحسن إسلامه كان واقف ساني ظهره على الكعبة فطلع قال حلو والله لا يعني ليش أنا شفتهم كتار؟ طيب لو أني استعديت عليهم قبائل قريش وجينا كلياتنا وضربناهم ضربة رجل واحد كان النبي عليه الصلاة والسلام وصل لجنبه في الطواف فكمشوا من صدره لأبو سفيان وقال والله لأن عزمت على ما أردت ليخزيك الله. قال ما الذي أنبأك؟ شو عرفك بيش عم فكر؟ قال أنبأني الذي يعلم السر وأخفى. فكل شيء منفكر فيه الله سبحانه وتعالى مطلع عليه لا تفتكر أنه تخفى عليه خافية. ففي التوحيد نعم لكن من التطويل كلت الهمم. يعني الناس لما بتلاقي كتاب هيك بيسمك ما بتقرأ بدهم كتيب كتيب صغير هيك لقده ممكن يقرأه أما تقول له كتاب بيسمك هذا ما بيقرأ. قال الجوهرة متن الجوهرة 144 بيت هدول عم اشرح لكم ياهن ما رضيوا مشايخنا انه يشرحوا لنا ياها لحتى حفظناها. لما حفظناها شرحوا لنا ياها بدون حفظ ما رضيوا. اي نعم. قال هذا تيب المعاهد الشرعية بهالشكل هذا تحفظ المتن نشرح لك يا ما بتحفظ ما بنشرح لك. طيب هي عقيدتنا هذا ديننا فكنا نحفظها ونمشي بالطريق تلاقي كاتبين على وراق هو شجرة فوت فيها هو عمود كهرباء انطحه ايام اطلع عباس القصاع وقت ما اطلع عباس ميدان شيخ. اي نعم. لاقي حالي لك وين صرت انا؟ اي نعم. قال له الشوفير لك وين هذا الباص رايح؟ قال لي اي نعم على القصور. قال انه نزلني انا قصور. فاي نعم روح على الشغل حطها قدام مني انا عم اخبس لاقي ايش طلع عليها احفظها ردد كذا. يعني العلم ما بيجي هيك بالسهل. شايف هذا العلم اللي عم درسك يا لو انه في اذن بس انه ناخذ عليه مال ما بقبل على الدرس 1000 ليره من كل واحد ما بقبل. بس اما اي نعم قل لا اسالكم عليه اجرا. كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لما ألفته الله سبحانه وتعالى أكرمني فيه فأجى رجل مدري من السويد مدري من الدنمارك مدري من كندا والله ما أتذكر إجى لعندي على جامع مقام الأربعين سأل مين مؤلف الكتاب؟ قالوا له شيخ فوق. طلع لعندي قال شيخ ممكن درسني هالكتاب وخذ طلب تمك المبلغ اللي بدك يا بعطيك يا. اي نعم. قلت له شو لك شغل فيه؟ قال هو هنيك عندهم الجالية الإسلامية بحاجة لهالكتاب مشان يحكموا لهم فيه هو رجل مسيحي قال لي طلوب بعطيك. قلت له بصير مسلم؟ قال لي لا. قال له معناته ما بدرسك. ما ناقشني الرجل دور ورجع حمل حاله ورجع. اي نعم. فاذا بده يدرسوا قال له بصير مسلم؟ ما رضي يصير مسلم. اي نعم. وانا ما بقرأ لغير المسلمين بسم الله. فنحن اليوم اي نعم من التطويل كلت الهمم. هلا الكتاب الله الله في كتاب 20 مجلد راح اسمه من بالي الإمام المرجناني اي نعم 20 مجلد تموا يختصروه يختصروه لحتى صفى مجلدين هالقدول 20 مجلد ما حدا يقرأ. اي نعم. يعني أنا قرأت الكتب هي تميت سنوات أنا أدرس فيها بس ما وصلت للحاشية حاشية ابن عابدين ما وصلت لها. بس لما بدك تقرأ الدرجة تطلعها لا ترقد رقيد لفوق مو المهم ترقد لا تقول لي كم كتابا قرأت قل لي كم سطرا فهمت. فواقف مرة مع أحد المشايخ كان يحمل حاشية ابن عابدين يقرأها عن سيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري فيروح يقرأ عنده. اي نعم الحاشية بيده حاشية ابن عابدين مو شغلة سهلة. فيوم يوقف قدام مني يوقف له باستعداد أنا عم يقرأ الحاشية معناته قديش دارس وقديش قاري لوصل للحاشية. اجت امرأة تسأل سؤال اي والله قالت لي شيخ بالله سؤال قلت لها اسألي شيخنا الشيخ اللي جنبك يعني قارئ حاجة ابن عابدين انا مالي قارئ لا ما قرأتها قرأتها لحالي ايه بس اما لحالك ما بصير تقرأ كتاب ما تفهم منه شيء بعدين تفهم غلط. قالت له انه هي بتحفظ ابنها فاحيانا بتلوت ايديها اي نعم بالبول او الغائط. قالت له انتقد وضوئي؟ قال لها ايه. قال له شيخنا ما انتقد وضوئها بس تغسل ايدها وتصلي. قال لي ما انتقد وضوءك؟ قال لي ما انتقد وضوءك يا حبيبي انا حاشيه هي. قال لي تغسلي بالصابون؟ قالوا شيخنا قالوا لا يشترط استعمال الاشنان ما يشترط انه يستعمل صابون بالماء القراح يكفي غسل ايديها
فكر الله اللي ما يشترط منه. الا يعني افضل الاحسن، شو من استحسن فقد شرع. خلص صار يمر قدام النزاع عيد ما عاد امت. ما تقول لي شو قاري كتب هيك كتب كبيره وما لك فهمان من شيء، لا. ففي التوحيد لكن من التطويل كلا تلهمان، فصار فيه الالتزام وصار فيه الاقتصار ملتزم. هلا شو بدول العالم كلياتها بتلاقي بيطلعوا بالباص، بيطلعوا بالمكرو، بيطلعوا بالقطار معهم كتيبات صغيره بيقراوا فيها. كلهم من عدانا نحن امه اقرا. لا قاعدين جنب بعضهم، مرحبا حنون، لك يسعدك، لك وينك، لك والله اشتقت لك، لك لا عود جنبي، امبارح ما شفتك كذا، وين، لك منين بيفصلوا حكي ما بتعرف. يعني الاجانب بيطلعوا فينا، لك منين عم يطلع معه الحكي الزلمه؟ اي نعم، ما عندهم هالشيء هذا. هلا انا طلعت على تركيا ما بيحكوا مثل حكايتنا. السلام عليكم، وعليكم السلام، خلص الحديث انتهى. لك حاجه سالتها، اخذت جوابها بس. اما كله هذا درج الحكي والطالع النازل كذا، كلياته ما عندهم. على التليفون محادثاتهم ما في احلى منها. السلام عليكم، وعليكم السلام. اي نعم، الغرض الفلاني كذا، اي نعم، قلت له ايه، لا كذا، خلاص انتهى، السلام عليكم، سكر. وين نحن؟ اعوذ بالله، نحن اذا ما لدتوا عجل وما بنمشي الحال. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،